تحصل المتسابق الشيخ محمد طاهر إدريس المسماري على الترتيب الثاني في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم في جانب حفظ نصف القرآن في دورتها 39 التي أجريت في مكة المكرمة. الشيخ محمد طاهر من مواليد عام 1969 من محفظي القرآن الكريم في مركز جبل الرحمة لتحفيظ القرآن الكريم بمدينة البيضاء. هذا وشارك الشيخ محمد طاهر في العديد من المسابقات المحلية والإقليمية في حفظ القرآن الكريم وتجويده، حيث تحصل على الترتيب الثاني في مسابقة جائزة الريادة لحفظ القرآن الكريم في دورتها الأولى على مستوى ليبيا التي أقيمت في مدينة زليتن العام الماضي.